عايزين اقول لك 100 جرام الكيلو بيدوا لك انت ب 10 جنيه 10 جنيه طب ليه بيدوا لك انت ب 10 جنيه عشان صاحب قهوه يعني صاحب قهوه وما زدناش على السعر اللي احنا فيه يعني الشباب يقول زود مش بنزوده بعدين ده غلط يعني احنا رافعين طيب يعني انت ما رفعتش اسعار الشاي ولا القهوه لا ولا حاجه الاسعار هي طب ليه خايف الزبون يطير منك خايف يغير منه امال خايف يهرب يعني انا كده ما بحاسب السكر ارتفاع سعر السكر ده مخسرك كديه انت مخسرني كتير صنايعي وغاز وايجار قهوه وكهرباء ومي طبعا انت فرق السعر ده بتغطيه من جيبك بتغطيه من جيبي والله يا فيه يا ما فيش بس يقول لك مطرح مفتوح هي اللي عندنا له بايخ والمحلات كل المحلات اللي عندها السكر دنيسهم وما يبيع فيهم زي ما هو عايز بالجمله يطلع عليهم بضاعة عايز كرتونة عايز بتاع يطلع على 70 و 80 و 90 حرام والله حاليا بيوصل 175 وصل 75 قبل كده جبته بكام؟ قبل كده وصل 80 ومرة 72 يعني ما بين 80 و 80 ما بين ال 75 ما بين ال 80 طب انت طبعا بيأثر على شغلك اللي انت عندك جزء حلويات بيأثر يا باشا طب هل بيأثر انت بتضطر ترفع السعر على الزبون؟ لا طب ما هذا كله ده من على قلبنا يعني الزيادة دي كلها على المكسب على المكسب طبعا ارفع ابيع الرغيف بجنيه 75 جنيه وادي واوريك وابعت الواد قدامك يجيبها ب 75 جنيه ال في السكر زاد سعره لما خلينا عاوز يدونا ب 75 جنيه عايز يدونك انت ب 75 جنيه انت ليك انت ب 75 انا مانع الاستلام ليه مانع الاستلام؟ ما اقدرش ابيع ب 80 جنيه ما اقدرش حرام ان انا ابيع سكر ب 80 جنيه كنت صرت الحل ان هم في المصنع يدوا اللي عنده 3 طن 5 طن 30 طن يدوهم له اروح انا اعود له 10 طن ما يرضوش يدوني يقولوا اقل حاجه 100 طن وهات فاكس من مصر وهات فاكس من الحومديين وروح ادفع الفلوس هناك انا ايام بالسكر اروح هناك ما هو ايام بالسكر هنا ما ادفعش لي هنا ويدوني يعني يدوا الواحد 5 طن 3 طن 2 طن هتحل المشكله والله يا منى طبعا السكر زاد بالنسبه لمنى غداء لمنى التجار وكده فبالنسبه لمنى عايز يدخل كان يعني كان ب 3 و 4 جنيه فزاد من مره واحده من 7 ل 10 جنيه فانت